عفة النفس والشهامة والرجولة، خصال لا يمكن لكل الناس أن يتصفوا بها، فكيف إذا اجتمعت لهذه الخصال أن يكون معها أحد المبشرين بالجنة؟ إنه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين في الإسلام. اشتهر بالغنى والمهارة في التجارة، وجمع إليهما الكرم والتواضع حتى لقب بالغني الشاكر، وكان شجاعا عفيفا وزاهدا إلى درجة أنه رفض الخلافة مرتين. فمن هو عبد الرحمن بن عوف؟ هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة. كان اسمه الحقيقي عبد عمرو، وقيل عبد الحارث، وقيل عبد الكعبة، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشرة أعوام، سنة 43 قبل الهجرة. كان عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين في الإسلام، وقد أسلم على يدي أبي بكر الصديق، حيث كان أبو بكر محبوبا في قومه، وكان تاجرا يعرفه رجال مكة، فكان يدعو أبو بكر للإسلام من يثق بهم، فأسلم على يديه الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم. كان عبد الرحمن بن عوف يبلغ من العمر 30 عاما حين أعلن إسلامه، ثم أسلم معه أخوه الأسود بن عوف. هاجر عبد الرحمن بن عوف الهجرتين، فكان من المهاجرين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة، وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو بذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة. عندما هاجر إلى المدينة المنورة، أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، فعرض عليه سعد أن يشاطره في نصف ماله مجانا، فرفض عبد الرحمن هذا العرض المجاني وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من إقط وسمن، فابتدأ ثروته بإقط وسمن، ثم حاز أموالا عظيمة حتى أصبحت ثروته على مرأى ومسمع من أهل المدينة المنورة. اعتنى بأمهات المؤمنين زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار، اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. كان الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف نموذجا فريدا في الشكر مع الغنى، لذلك لقب بالغني الشاكر، ويقال أنه عندما توفي ترك ذهبا قطع بالفؤوس حتى تورمت أيدي الرجال منه، وقد فتح الله عليه في التجارة كما فتح عليه في الصدقة. ومن أوجه الصدقة التي بذلها تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: بينما أنا في بيتي سمعت صوتا فرجت منه المدينة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام، وكانت 700 راحلة. فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، فبلغ ذلك عبد الرحمن، فأتاها فسألها عما بلغه، فحدثته، فقال: إني أشهدك أنها بأحمالها في سبيل الله عز وجل، وبعث إلى عائشة بشيء من ذلك المال،
فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يحنو عليكم بعدي إلا الصالحون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. كان لعبد الرحمن بن عوف منزلة كبيرة في عهد الخلفاء الراشدين، خاصة في عهد عمر، فكان عمر بن الخطاب يستشيره. فلما حدث طاعون عمواس في العام 18 من الهجرة، ثم انتشر في بلاد الشام، أراد عمر أن يذهب إلى الشام وقتها، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فنصحه عبد الرحمن بن عوف بالحديث النبوي: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. فعاد عمر وصحبه إلى المدينة المنورة، وفي العام 23 من الهجرة استخلفه عمر بن الخطاب على الحج، فحج عبد الرحمن بن عوف بالناس، وحج مع عمر أيضا، وهي آخر حجة حجها عمر سنة 23. وأذن عمر ذلك العام لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، فحملنا في الهوادج، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. ولما طعن عمر بن الخطاب ودنت وفاته، أوصى بأن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. فرفض الخلافة مرتين في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان. كان عبد الرحمن بن عوف يحظى بمنزلة مشابهة لمنزلته في عهد عمر. في العام 24 من الهجرة استخلفه عثمان بن عفان على الحج، فحج عبد الرحمن بن عوف بالناس، وكان زاهدا في الإمارة، فقد أرسل سعد بن أبي وقاص إلى عبد الرحمن رجلا وهو قائم يخطب أن ارفع رأسك إلى أمر الناس، أي أدعو إلى نفسك. فقال عبد الرحمن: ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. وكان عثمان يريد أن يوصي له بالخلافة من بعده، فلما اشتكى عثمان رعافا دعا كاتبه حمران فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي. فكتب له، وانطلق حمران إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: البشرى. قال: وما ذاك؟ قال: إن عثمان بن عفان قد كتب لك العهد من بعده. فقام عبد الرحمن يدعو بين القبر والمنبر فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى مات. توفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32 للهجرة في خلافة عثمان بن عفان، وقيل سنة 31، وهو ابن 72 سنة، وقيل إنه عاش 78 عاما. وكان قد أوصى لمن بقي من أهل غزوة بدر لكل رجل 400 دينار، وكانوا 100 فأخذوها، وأخذ عثمان في من أخذ. وأوصى بألف فرس في سبيل الله، ودفن في البقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف.